حديثنا اليوم عن واحدة من أربعة فنون، لذلك كانت جولتنا في أكاديمية قطر للموسيقى. بداية الجولة كانت برحلة قصيرة اصطحبنا من خلالها الأستاذ توفيق إلى مختلف القاعات بالأكاديمية. حالفنا الحظ فقد استطعنا أحيانا تصوير بعض المقاطع لطلاب يتدربون. بداية الجولة التدريبية انطلقت من قسم القانون، إذ أن الأستاذ توفيق ميرخان هو المشرف على تدريب هذه الآلة. ثم كانت لنا معه مقابلة صغيرة. منافسين بنشوفهم شركاء بعملية التنمية الموسيقية اللي لازم تصير بقطر يعني، وانه هن عدد كافي، هن عدد كتير قليل. مفروض يكون في غير معهد التعليم الموسيقي يكون في جمعيات موسيقية مثلا. انتقلنا بعدها الى قسم الناي، فاستطعنا تصوير ما يمكن تصويره من تدريب. شو هو الفرق ما بين البيت والرص في الكوتنوت؟ أتى بعد ذلك الدور على الآلة المحبوبة في قلوب العرب، العود، فكانت لنا وقفة مطولة هناك مع أحد الطلاب. أنا اسمي جويد الموجي، وبعد بتعلم العود لمدة 8 شهور وعندي 9 سنين. وانا في مدرسة EMS English Modern School. انا بصراحة كان نفسي اختار الجيتار، بس ما كانش في جيتار فاخترت العود. هو غيرني اول حاجة اني ان انا ابص على النوتة، اكون مسقار اول ما اسمع اي اغنية اعزفها. رغم الامكانات الكبيرة التي تمتلكها اكاديمية قطر للموسيقى سواء على مستوى الاجهزة او المدرسين، إلا أن هذا غير كاف في ظل تواجد العديد من المواهب التي تحتاج للصقل. خير الدين بوراس لجامعة قطر من أمام أكاديمية قطر للموسيقى بقطر.